قولوا تواجد بوكره شويه اثر على اللاعبين. باش شفت كاين دي جوا خدموا يحبوا يلعبوا غا هما واش نقول لك، مي معليش سا موتيف مليحه تعطي ان بون ريتم للماتش، مي في السكور خسرنا. انا نقول باللي اليوم لعبنا الاز سون كومبلكس، مي ريزلتا كانت نيجاتيف. انا نقول ماشي نحصر الحكم، الحكم قلت لك غلطه واحده هذيك سي لو فيراج، مي 90 دقيقه ما كانش كاين اخطاء، بالك كاين هو يخلي لافونتاج، بالك الناس قالت ضربه جزاء تاعنا اللي ضربت في يد بوشار يقدر ما يصفرهاش.